في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ليدعو أعضاء مجلس الحكومة بمناسبة انطلاق السنة الميلادية الجديدة إلى مضاعفة العمل ورفع الوتيرة في تنزيل البرنامج الحكومي. بفضل الله تعالى تحققت أمور كبيرة وانطلقت إصلاحات في السنة الماضية والتي ستتعزز بالإجراءات التنفيذية التي سينطلق تنفيذها هذه السنة، مقدما على ذلك عدد من الأمثلة، منها الميثاق التمركز الإداري والذي طال انتظاره وصدر في الجريدة الرسمية قبل نهاية سنة 2018، وسيقع إحداث لجنة القيادة لتنزيل هذا الإصلاح الطموح الذي يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة وتمكين المؤسسات المنتخبة والهيئات المستوى الإقليمي أو الجهوي من البنيات الإدارية اللازمة لتنزيل برامج التنمية الجهوية والإقليمية وبرامج عمل الجماعات وتوفير شروط التنسيق اللازم بما يمكن من تعبئة الموارد وترشيد إنفاقها وضمان تحقق آثارها. كما أشار أيضا إلى مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي والذي يمثل إطارا حاكما للسياسة التعليمية في بلدنا للمرحلة الممتدة إلى غاية 2030، والذي مثل مجهودا يعكس الرؤية الاستراتيجية للنهوض بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي. وقدم مثالا ثالثا يتعلق بمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار والذي صوت عليه مجلس النواب وهو الآن في محطته الأخيرة بمجلس المستشارين، ومن المتوقع أن يقع التصويت عليه الأسبوع المقبل أو أن يقدم إلى الجلسة العامة بإذن الله الأسبوع المقبل من مجلس المستشارين. وهو مشروع قانون يمثل إطارا هاما للنهوض بالاستثمار خاصة بما يقدمه من مقتضيات قانونية لحل عدد من الإشكاليات التي تعيق تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي. وأشار أيضا كنموذج رابع أو مثال رابع لدينامية الإصلاحات ما يهم الخطة الوطنية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي شارفت أو اقتربت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من وضع اللمسات الأخيرة على المخطط التنفيذي والإجرائي لها. ليختم السيد رئيس الحكومة بالأمثلة على هذه الإصلاحات الطموحة ما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وعنوانها الأبرز خلاصات المناظرة الوطنية، وأيضا مشروع السجل الاجتماعي الموحد والذي سيشكل إطارا لضمان استهداف فعال للفئات المستحقة للدعم الاجتماعي بما يمكنه من تحسين شروط العيش الكريم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.